الفقرة الجاية دي فقرة برضو لطيفة جدا، فقرة جديدة في صباحات سودانية، هي فقرة اسمها يومك كيف. فقرة يومك كيف دي بنتصل على نجوم المجتمع السوداني، ناس مليانين جدا بالإبداع، ناس أثروا الساحة الفنية باختلافهم بتميزهم، وبنسألهم يومك كيف وتفاصيل، وأكيد ممكن تكون مساحة برضو عشان نتواصل معاهم ونعبر لهم عن محبتنا لهم، وكمان مساحة نبارك لهم فيها رمضان. أكيد سعيدين جدا مساحة دي يكون معانا زميل وصديق وأخو زول عزيز جدا على قناة سودانية 24، زميل الإعلامي مازن تامر. صباح الخير ورمضان كريم عليك. صباح النور يا تسنيم، والله أكرم عليك وعلى كل الشعب السوداني وكل الناس اللي بتسمعنا، كيف أخبارك؟ الحمد لله احنا تمام طالما انك بخير. سعيدين واشتقنا صراحة للجو الخاص بمازن تامر داخل رمضان، رمضان اكيد اللي بيكون في صباحات سودانية. والله يا اخي انا اشتقت اكتر لإستو بتفور، واشتقت اكتر للسودان، يا هو الدنيا جبرتنا انه نكون بعيدين الفترة الفاتت دي، واشتقت صراحة لأجواء رمضان وعليك واحد ايوه اللي يكون فيها والشكل الصباح الحلقة كريم، الحلقة جات الحلقة ما جات الله يديك الصحة والعافية. لكن إن شاء الله نرجع قريب تاني. أكيد يعني قلت نرجع قريب معنا دي ممكن تكون مساحة نسألك فيها. الجديد شنو لي مازن تامر؟ والله حاليا تسليم الجديد بالنسبة للشاشة يعني؟ سفك عملت تراك سوشيال ميديا طوالي. بعيد بعيد عن الشاشة حاليا. أيوة. طبعا أنت عارف إنه اليومين دي بحكم صح إننا عايش ممكن في القاهرة يعني. ومع ذلك لكن أكيد إبداعك واصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني. فكرنا أيوه. فكرنا الفترة الفاتت دي أنا وصاحبي مصطفى النعيم أيوه. طبعا برضو من أبناء أكيد لو التحية أيوه. إن إحنا نعمل حاجة نقدم محتوى مختلف على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب صح. ففكرنا إنه نعمل حاجة كده بسموها البلوكس أو يوميات كده بتصورها أنت بالموبايل أو بكاميرا أو بأي حاجة، بتم بساعة تجربتك وفكرتك للناس على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. ممتاز. فكرنا فيها انه نعكس السودان بشكل كويس بمحتوى مختلف داخل السودان للناس اللي عايشين جوا السودان اللي هم هيعبر عنهم مصطفى، وبره السودان للناس اللي برا اللي هم مثلا هكون انا مثلا في القاهرة او اي سوداني تاني شاب داير يشارك معانا في كل انحاء العالم، في امريكا في اوروبا في كل حاجة. ممتاز. يعني يمكن الجديد في ظل كورونا طريقة بتاعت حياة مختلفة، والناس ممكن متعودة انه رمضان تكون عايشة زي ما انت عارف الجانب الخاص بالبرامج وانها هي بتوصل للناس وانها تكون مساحة برضو بتاعت تصافي وتعافي وكذا. عايز اعرف معاك انه يومك كيف في ظل جائحة كورونا؟ طيب في ظل جائحة كورونا انا طبعا لي شهر ولا اثنين عندنا الأزمة بتاعت أخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأبهاتنا السودانيين العالقين في القاهرة. أيوة. الأزمة دي لها شهر تقريبا أو شهر شوية، فأنا والله الشهر اللي فات كله يا هو كنت معاهم بشكل يومي. الأزمة كانت مما هم كانوا قاعدين في السباعية في الحدود مع مصر لحد ما جو راجعين القاهرة وتم تسكينهم عن طريق السفارة وعن طريق متبرعين كثير تبرع بشقق رجال أعمال. بعد كده كان الاجتهاد في انه نوفر لهم المواد التموينيه او المواد الغذائيه اللي تقدر تعينهم، لانهم معظمهم او اغلبهم ناس يعني ظروفهم كان جايين القاهره لعلاج لعمليات لكده وراجعين يعني ميزانياتهم محدوده جدا. فالقفله دي زودت لهم المده شديد وبقوا ياهم قطعوا عن اهلهم، وانت عارف التحويلات بين مصر والسودان صعبه وساعات بتكون مكلفه كمان زياده عن اللزوم، فالناس لا تقدر تعملها. وكنا متابعين معاهم حتى الان، انا الان خارج البيت لانه يعني المفروض احنا ما الناس بتحوم وستي هوم وكل حاجه، لكن ما هنقدر نخليهم طبعا ودول اهلنا هنا، فعاملين زي جمعيه كده خيريه بيني انا واصدقائي الناس المقيمين هنا والناس الاهل، انه نعمل لهم كراتين رمضان ونوزع عليهم. بس انا برضه وزع الجزء. الله يوفقكم يا رب. الله يوفقكم. يعني العدد كبير خالص، فاحنا بنحاول كلنا نغطي مع بعض. فوالله احنا احتلنا اسبوع الان شغالين في موضوع رمضان ده، والان انا هسه متجهه على بعض الشقق يعني موجوده في القاهره. الله يقويكم يا رب ويخدر ذراعكم زي ما كنت بتقول دايما يا مازن، ودي المحريه فيك يعني، وان شاء الله دايما تكون ايامك عافيه وايامك هنا. عايز اديك مساحه اخيره لو عايز تصبح على الناس ولا ايوه دايرة حي الناس معك في الاستوديو المصورين منو معك الليله؟ معي مصعب ابو سامر. مصعب ابو سامر تخيلت ورمضان كريم طبعا هسه كل دهجانين شغالين في رمضان. لك مبسوطين شديد الجو حمازنا ناقصك بس. كل سنه طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا، والمخرج ما اعرف شغال الليله اشرف خالد
اشرف خالد لسان طيب طب صبها خلاص يا مازن يعني ها. يا اخي انا لازم بحبه انا لازم اسلم عليهم بالايزي ما ننسوا الديفورد كان بالنسبه لنا بيت يعني نقول لكم 24 ساعه لوقت كثير واستاذ خليفه عرفت انه هو رجع لله على السلامه ونورت الله يخليك واي بابك الصديق والناس دي كلها الواحد يعني لازم يسلم عليه بالايسي ما ينفع يذكرهم كده يمشي مشي اكيد دي ذاته مساحه عشان ما توصل صوتك والكلام ده. ورمضان كريم عليكم جميعا على كل فرد في 24 وبجد الواحد فاقدكم وفاقد يكون معاكم في رمضان واللمه بتاعتنا بتاعت زمان لكن ان شاء الله نرجع ثاني قريب ان شاء الله ان شاء الله نستمر الابداع لكن انتم طبعا ما مقصرين وصلك صح الله يخليك تسلم تسلم كثير يا مازن والله على عم رابح مرابح اقول لكم العام انت بخير الله يخليك يا رب تسلم وخالته اقول لها اخي اكلك وحشني ان شاء الله نرجع تاني عشان نضرب السجل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الله يديك الصحه والعافيه يا مازن كل السودان كل اكيد صوتك واصل كل السودان لكم يا رب ان شاء الله وتصوموا تفطروا على خير والله يحفظكم يا رب من الازمه الموجوده دي وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنعدي على خير ان شاء الله ان شاء الله الله يخليك يا مازن وربنا يديك الصحه والعافيه اكيد والتحيه والمحبه والاحترام لك ولاسرتك ولكل اصدقائك الناس اللي هم اكيد حاسين يمكن بالوجع الحقيقيه وقادرين تماما يسدوا الحاجه الخاصه للمواطن السوداني ايا كان مكانه وين شاكر لك جدا اكيد سمع صوتك وبتمنى لك رمضان كريم وايامك كلها تكون ان شاء الله يا رب مباركه وعايش دائما بصحه وبعافيه. احنا اكيد ما زلنا مستمرين معاكم في حلقتنا اليوم من صباحات سودانيه معنا واحده من الفقرات برضه جميله وبرضه جديده داخل صباحات سودانية لبرمجة الخاصة أكيد بشهر رمضان الكريم وهي رصد الحركة اليومية في الشارع الشارع السوداني أكيد ونسعد أن يكون معانا الزميل محمد معتصم فيها كنترول. هل إحنا جاهزين للفقرة ونطلع فاصل؟ طب إحنا هنطلع فاصل ومن بعده نواصل حلقتنا اليوم من برنامج صباحات سودانية.